تعريف structural geology أو الجيولوجيا التركيبية the study of movements and deformations in the earth surface. إذن هو دراسة الحركات movements بمعنى حركات و deformations اللي هي التشوهات على سطح الأرض. طبعا مادة الجيولوجيا التركيبية من أهم المواد اللي يحتاجها مهندس النفط، وراح نشوف ليش ونحل الموضوع. deformation تشوه، سوري نغير القلم. deformation depend يعتمد على ماذا deformation؟ التشوه يعتمد على أول مرة nature of the rocks. إذن أول شيء يعتمد على طبيعة الصخور، شو نوع المادة الصخرية، ما هي الصخور، ما هو عمرها، ما هو سمكها، وما هي المواد المتكونة منها. هذا أول شيء يعتمد عليه التشوه أو شكل الأشكال الناتجة عن التشوه. القضية الثانية اللي هي depth of عمق الدفن. عمق الدفن شنو معناته؟ معناته انه احنا نعرف انه كل ما ننزل للاسفل تزيد درجه الحراره. بعض الصخور نتيجه زياده درجه الحراره راح يتغير تصرفها، تتحول الى مواد مرنه مثل ما راح نشوف، فراح نتيجه الضغط والتشوهات تكون الاشكال الناتجه تختلف عن الاشكال الناتجه فيما اذا كانت الصخور على سطح الارض. والشغله الثالثه اللي هي الامبوزد ستريسز. اذا deformation depend on nature of rocks, depth of burial and imposed stresses. الإجهاد المسلط، قوة واتجاهات الإجهادات المسلطة على الصخور. وهل هذه الإجهادات مساوية من جميع الاتجاهات أو ما مساوية من جميع الاتجاهات؟ هذا الأساسيات اللي تسبب لي التشوه أو يعتمد عليها التشوه في الصخور. نجي إلى موضوع ثاني اللي هو الستريس. ستريس طبعا F over A يعني قوة على مساحة، و magnitude and direction of imposed forces. إذا هي magnitude بمعنى قيمة و direction اتجاه للقوة المسلطة على الكتل الصخرية. هذا هو الستريس، تعريف الستريس. نجي إلى تعريف ثاني عندنا مهم جدا، السترين أو التشوه أو الإجهاد. مجر the change in length volume and shape in a stressed material. إذن سترين هو قياس التغير بالأطوال الأحجام والشيب الشكل للمواد المعرضة للإجهادات. التراكيب الثانوية طبعا تنتج نتيجة هذه الإجهادات تراكيب اللي ناتج عن deformation. بالنسبة لهندسة النفط أهم شيء عندنا الفولتس. فولتس جوينتس هاي أهم شيء بالنسبة إلى هندسة النفط لتعلقها في تركيب المصائد النفطية وأيضا في تأثيرها على النفاذية وعلى توزيع الحقول النفطية. أيضا أشكال أخرى اللي نسميها تكتونيك فابريكس
واللي هي خارج قطع، لان اغلب هذه التكتونيك فابريكس تصير بالصخور المتحوله وبالصخور الناريه، فما تعنينا في شيء، لكن اللي يهمنا هو الفولس والفولز والجوينتس في النفط. تايبس اوف ستريسز، انواع الاجهادات او تايب اوف ستريس. طبعا تنشن مثل ما عرفنا اللي هو الشد، والكومبريشن اللي هو الضغط، والشير اللي هو القص. هاي هي انواع الاجهاد اللي عندنا. طبعا اذا نتذكر هاي متعلقة ايضا او مرتبطة مع حركة الصفائح التكتونية اللي اخذناها سابقا. مراحل التشوه، مراحل التشوه مرحلتين اللي هي الإلاستيك والبلاستيك. وطبعا عندنا مرحلة الفيلير اللي هي مرحلة الانهيار او الكسر في الصخور. الإلاستيك انه بنسلط اجهاد على اي مادة مثل هاي المادة اللي بيدي، من ارفع ايدي راح نشوف ترجع الى طبيعتها هاي قبل لا توصل الى اليلد بوينت او حد الخضوع. لاحظ هنا مثل ما راح ناخذها بالعام المقبل راح نشوفها ترجع الى طبيعتها، في حين اذا سلطت اجهاد اكثر على ماده، خلينا نفرض هاي الماده سلطت عليها اجهاد، لاحظ ما ترجع الى طبيعتها، هاي معناتها وصلت الى حد البلاستيك او تشوهت بهالشكل هذا، تشوه البلاستيك وتشوه الالاستيك. المواد على ضوء هذا التصرف تقسم الى قسمين، تايبس اوف ماتيريالز، يعني على ضوء هذا التشوه اللي موجود عندي تقسم الى قسمين، اما تكون بريتل او تكون دكتايل. المواد البريتل هي المواد اللي اذا سلطت عليها قوه ما راح تتشوه وانما راح تكسر، يعني من اسلط عليها قوه الاستيك ترجع الى مكانها، اسلط عليها الان حدود الاستيك، لكن من ازيد القوه ما راح تتشوه وانما راح تنكسر الماده، مثل ما الطباشير او الصخور او المواد اللي موجودة الطابوق وكذلك في حالته الصلبة. دكتايل لا، المواد اللي اذا سلطت عليها قوة راح بالبداية الاستيك بعدين راح تتشوه بلاستيك، ما تكسر وانما يكون عليها تشوه دائمي ويكون. فالمواد الاولى قلنا اللي تكسر هي البريتل، اما المواد اللي تتشوه فهي الدكتايل. تايبس of resulting structures، ما هي التراكيب؟ طبعا هذا هو تلخيص المحاضرة اللي عندكم، يعني مجرد مراجعة سريعة. ما هي التراكيب الناتجة؟ بالنسبة للكومبريشن شو يتكون عندي؟ يكون عندي thickening أي سمك في الطبقات الرسوبية، ويكون عندي ريفيرس فولت، ويكون عندي فولدنج. اكتب هنا فولدنج او فولز. اذا يتكون عندي ثيكينج زياده السمك بالطبقات الرسوبيه، يتكون عندي ريفيرس فولت، ويتكون عندي فولز. بالتنشن في حالة اجهاد تنشن او ستريس يكون تنشن، راح يكون عندي ثيننج، لان راح يكون عندي شد فيكون عندي ثيننج، راح يكون عندي نورمال فولتس بالصخور او فالق، راح نشوف شنو معنى الفالق العمود الريفيرس العفو الاعتيادي والفالق المعكوس. شير ستريس يكون عندي شيرينج قص في الصخور، ويكون عندي سترايك سليب فولس، اذا صخور قص. لاحظ هنا يعتبر هاي طبقة صخرية
أو مقطع في طبقة صخرية وحدث بها كسر، هذا هو المستوي، مستوي الكسر، أو إذا صارت عليه حركة طبعا راح نسميه الفولت بلين في مستوي الكسر. لاحظ هنا الجزء اللي واقع أعلى مستوى الكسر، يعني هذا الجزء، هذا الجزء اللي واقع أعلى مستوى الكسر راح نسميه الهانجينج وول أو حائط التعليق. أما هذا الجزء اللي واقع أسفل مستوى الكسر، هذا الجزء الثاني اللي هو هذا الجزء، راح نسميه الفوت وول أو حائط المسير أو حائط الأقدام. طبعا جاية التسمية إنه حسب ما يقولون كانت قبل يحفرون مناجم بهالشكل هذا، فهذا الجزء يعلقون به المصباح فيسمونه الهاجنج وول، وهذا الجزء اللي يسيرون عليه عند استكشاف المعادن طبعا فيسمونه الفوت وول. ما يعنينا احنا، اللي واقع اعلى المستوي نسميه الهاجنج وول، واللي واقع اسفل المستوي نسميه الفوت وول. طيب اذا ارتفع عند الهاجنج وول وانخفض عند الفوت وول على مستوى الفرق، تحركوا بهالشكل هذا، هاي هي اتجاه الحركه اللي عندي، هذا اسميه ريفيرس فولت. طيب اذا بالعكس الهانج وول نزل للاسفل بهالشكل هذا والفوت وول ارتفع للاعلى، راح اسميه نورمال فولت. اذا لا ما صارت عنده حركه عموديه، الحركه صارت افقيه يعني بموازاه سطح الارض، حركه افقيه، هاي نعتبر هاي بلوكين وهذا هو مستوى الفالق هنا عندي، هذا مستوى الفارق وهذا اتجاه الحركة، فالحالة هاي راح اسميه سترايك سليب فولت، اي الفالق الزاحف على خط سترايك او خط المضرب لمستوى الفالق. ها هي الانواع الثلاثة. ف من الحركة يعني الريفيرس فولت بهالحالة شنو تعريفه؟ هانجينج وول موفد up relating to fault plane. اذا hanging wall moved up. طبعا تعريف في هذه المرحلة، من راح نعرف ليش يكون عندي reverse ان شاء الله في المرحلة الثانية او في الكورس الثاني احتمال نعرف ليش يكون عندي ريفيرس فولت وليش يكون عندي النورمال فولت، شنو السبب، شنو توزيع الاجهادات المحيطه، في ذلك الوقت راح يكون التعريف اكثر وادق، لكن الان مجرد تعريف اولي. اذا هانج وول موفد اب ريليتنج تو فولت بلين. النورمال فولت خلينا ناخذ هانجينج وول، وول موفد في الحاله شنو داون relating to fault plane. Strike slip the two sides of faults are moved horizontality away relating to fault plane. أيضا to fault plane. هذا تعريف سريع، تعريف سريع الآن في هذه المرحلة يسهل علي فهم الموضوع. إذا حتى أفتهم الفوالق بالبداية اعرف انه عندي ثلاث انواع رئيسية من الفوالق، الريفيرس فولت، نورمال فولت، والسترايك سليب فولت. طيب حتى اعرف شنو الفرق بيناتهم، الريفيرس فولت الهانج وول يتجه باتجاه الاعلى، وعرفنا شنو هو الهانج وول، هو الجزء اللي واقع اعلى مستوى الفالق، والفوت وول هو الجزء اللي واقع اسفل مستوى الفالق. اذا الهانج وول اذا اتجه الاعلى راح يكون عندي ريفيرس فولت، اذا اتجه الاسفل راح يكون عندي نورمال فولت، اما اذا ماكو حركة عمودية ومن الحركة افقية باتجاهين متعاكسين راح يكون عندي سترايك سليب فولت.